وعلى بركة الله، مساء الخير يا أبطال الصف السادس الإعدادي، شلونكم شو أخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم فيديو دسم جدا اللي هو جميع توصيلات الكتاب. راح ناخذ الجزء الأول اليوم، وإن شاء الله راح ناخذ الجزء الثاني في فيديو آخر. بس شنو شوية أريد همتكم ويانا، يعني على مشاركات، على لايكات، على تعليقات، يعني بعد تلويزاتكم وترتيباتكم، ونبدي على بركة الله. اللي راح ناخذ التوصيلات اللي موجوده بالوحده الاولى والوحده الثانيه والوحده الثالثه والوحده الرابعه اليوم في هذا الفيديو، وراح يكون لنا فيديو اخر نحكي بيه عن توصيلات الجزء الثاني من الكتاب. التوصيلات كلش هوايه، وتجينا مرات حتى بالاملاء ايضا يجي من عندها، واكو يجي من عندها ايضا حتى بسؤال الاختيارات. فهي مو بس يعني فتشي لازم تحفظه وتركز عليه كل زين. فنبدي اول شيء بتوصيلات الوحده الاولى. أول شيء عندنا هذا التمرين اللي هو تمرين من قطعة مصطفى أحمد، هذا مجموعة مرادفات وتعاريف أيضا لازم تخلوها ببالكم. فالكلمة الأولى surprised، surprised معناها متفاجئ، يجي وياها puzzled، puzzled نفس الحالة معناها متحير أو متفاجئ، هي مرادفات يعني كلمة تشبه الكلمة الثانية. pushing معناها يدفع، shaking يعني يهز، without success يعني بدون نجاح، to no avail يعني بلا فائدة أو نقول بلا جدوى. faint معناها يغمى عليه، ليش إنه يصير معناها اسمها lose consciousness يعني يفقد وعيه، lose consciousness مرادفها. dropping water milk يقول إن تسقط، إنه تسقط مثلا وتوقع مي أو حليب، هذا شو نسميه؟ نسميه spilling اللي هو يسكب. spilling مرادفها شنو؟ dropping. زين the police الشرطة، fire department قسم الأطفاء، ambulance الإسعاف، هذول كلهم شو أسميهم؟ أسميهم emergency services، emergency services هذول كلهم شو أسميهم؟ أسميهم emergency services خدمات الطوارئ. زين medical helpers، medical helpers يعني مساعد طبيب، not doctors or nurses لا طبيب ولا ممرض، هذول من هم؟ أسميهم paramedics اللي هم المسعفين. woke up يستيقظ معناها regained consciousness يعني يستعيد وعيه. هاي بالنسبة لتوصيلات الوحدة الأولى، بها تمرين واحد فقط. توصيلات الوحدة الثانية عندنا rules that everybody in the country must follow، يعني يقول القواعد والقوانين التي يجب على جميع في البلد اتباعها، هاي شو أسميها؟ أسميها laws يعني القوانين. زين التوصيلات رقم 10 يقول get information يعني الحصول على معلومات about a crime حول جريمة، يعني شلون تحصل على معلومات حول جريمة؟ من اللي يحصلها؟ هو الضابط. فهاي العملية شو اسميها؟ اسميها investigate معناها تحقيق. زين put someone in prison يعني وضع شخص ما في السجن، هذا شو اسميه؟ اسميه arrest يعني يعتقل. a person who الشخص who saw or heard الذي سمع، saw معناها شاف، و heard سمع، something شيء ما، at the time of a crime في وقت الجريمة، هذا شو اسميه؟ اسميه witness معناها الشاهد. a person who steals money الشخص الذي يسرق، steals money from your pocket من جيبك، الشخص اللي يسرق مال من جيبك شو اسميه؟ اسميه pickpocket يعني نشال. without someone looking after it يعني بدون ان يكون هناك شخص ما يعتني به، إذا شيء بدون شخص يعتني به شو أقول عليه؟ أقول unattended يعني بدون مراقبة. bags and suitcases يعني الحقائب، السوتكيس أيضا نوع آخر من الحقائب، that carry التي تحمل your possessions، possessions عفوا يعني ممتلكاتك، on a journey في رحلة، هاي شو أسميها؟ أسميها baggage اللي هي الأمتعة يعني الحقائب والجنط اللي تحمل غراضك، شو أسميها؟ أسميها baggage. There's nothing in it. لا يوجد شيء بداخله. إذا لا يوجد شيء بداخله، إيش راح أقول عليه؟ أقول عليه empty. معناها فارغ. Empty. Throw away. يرمي بعيدا. Get rid of. يتخلص من. شنو مرادفهم دول؟ مرادفهم أيضا dispose of. معناها أيضا يتخلص من. زين. Say you are carrying something. أن تقول أو أن تصرح بأنك تملك شيء ما أو تحمل شيء ما. You need to pay duty on يعني تدفع عليه فشي زايد، هذا شو أسميه؟ أسميه declare اللي هو التصريح، تصرح بأنه أنت شنو عندك؟
عندك مثلا حقائب زايدة أو حقائب أكثر من المسموح به ولازم تدفع عليها شيء زيادة. زين، هاي رقم 2. هنا عندنا you shouldn't have any trouble، هذا تمرين جديد. You shouldn't have any trouble doing the work، يقول انت ما لازم يكون عندك اي مشكله بالقيام بالعمل. ليش؟ because it's very easy، لانه سهل جدا. It shouldn't take me more than 15 minutes to drive there، يقول لا يجب ان اتاخر اكثر من 15 دقيقه لاصل الى هناك. ليش؟ because there isn't much traffic، لانه لا يوجد ازدحام قوي. They should be very comfortable، يجب ان يكونوا مرتاحين جدا. ليش؟ because it's a very nice hotel، لانه فندق جميل. I can speak English and Arabic، انا استطيع ان اتحدث العربيه والانجليزيه. I should be able to talk to most of the visitors، يعني استطيع التحدث مع اغلب الزوار. If he is used computers before، يعني اذا هو يقول استخدم كمبيوترات من قبل، he should know how to use this software، فهو يعرف شلون يستخدم هذا نظام التشغيل. زين، if you send the letter today، يقول اذا ارسلت الرساله اليوم، she should get it by Monday، سوف تحصل عليها يوم الاثنين. زين، هنا عندنا ايضا تمرين جديد، هذا مرادفات. فعندنا branches معناها parts، branches يعني فروع، parts يعني اجزاء، هي مرادفات تبقى. join ينضم معناها become a member of، يعني يصبح عضوا في. install ينصب، معناها شنو؟ put in يعني يدخل معلومات او هيك شيء. maintain يصين، make sure it keeps working، يتاكد من انها لا تزال تعمل. officer ضابط، يعني someone in a higher position، يعني شخص ما في موقع رفيع. supervise يشرف، be in charge of، يكون مسؤولا عن. civilian مدني، outside the military، يعني شخص خارج العسكرية. occurred هي نفسها happened، بس هاي رسمية وغير رسمية. هذا أيضا تمرين جديد اللي هو رسمي وغير رسمي. injured يعني تأذى أو تألم أو جرح. hurt أيضا معناها تنطي يؤلم. alerted معناها حذرة. called أيضا يجي معناها اتصل، فاتصال مرتبط بمن؟ بالتحذير. زين، investigate معناها يحقق. find out يعني يجد، شلون يعني يجد معلومات. property معناها غراض أو ممتلكات، نفس معنى stuff بمعنى things، يعني بمعنى أشياء. هنا تمرين بي صفحة 41، عندنا compound nouns أسماء مركبة. عندي security camera يعني كاميرا أمنية. المتال ديتكتور يعني كاشف المعادن. اكس-راي ماشين يعني جهاز الاكس-راي. اعيد واكرر، ذني لازم تحفظهن، يعني تعرف مثلا من تجي اكس-راي معناها شنو اختها، اختها ماشين. المتال اختها ديتكتور، سيكوريتي اختها شنو؟ اختها كاميرا. زين، هنا ايضا عندي سبيد، سبيد ليميت معناها حد السرعة. سبيد ليميت معناها حد السرعة. سبيدينج تيكت يعني وصل غرامة مع السرعة، سميه speeding ticket. radar speed gun اللي هو جهاز كاشف السرعة اللي يشبه المسدس. conveyor belt يعني حزام ناقل. عندنا أيضا تمرين إيه صفحة 43. I must get up early tomorrow، لازم أقعد باكر من وقت. ليش؟ because I don't want to be late again، لأن ما أريد أتأخر مرة ثانية. you needn't take so much baggage، يقول لما يحتاج تأخذ أمتعة هواية. on a weekend trip، في عطلة نهاية أسبوع، يعني في رحلة في عطلة نهاية أسبوع. you mustn't forget، أو we mustn't forget عفوا، لازم ما ننسى شنو؟ to take our passports، إنه نأخذ شنو؟ الجوازات السفر مالتنا. you need to get a special license، يقول أنت تحتاج أن تكون لديك رخصة قيادة خاصة. لشنو؟ to drive a lorry، حتى تقدر تسوق لوري. she has to، هي يجب أن wear a uniform at her new job، في وظيفتها الجديدة. I don't have to، أنا يجب ألا leave so soon، أنا أغادر مبكرا. زين، هنا عندنا توصيلات الوحدة الثالثة، عندنا تمرين بي صفحة 69. if you dislike something، يقول إذا ما تحب شيء. dislike هي نفسها شنو؟ معناها you don't like it، معناها أنت ما تحبه. if you dislike something شنو معناها؟ إذا ما تحب شيء ما، معناها you don't like it. فالdislike هي نفسها شنو؟ don't like.
If you distrust someone, إذا أنت distrust هنا شنو معناها؟ Don't have confidence in them. يعني لا تملك الثقة بهم. والdistrust معناها لا يثق. زين. If you disconnect يعني تقطع الاتصال. Disconnect your TV. Disconnect معناها يقطع الاتصال بمن بالتي في. معناها شنو؟ You can't see. لا تستطيع رؤية الصورة. You can't see the picture. أكيد أنت إذا قطعت الشاشة مال أو الواير مثلا مال التلفزيون شنو؟ You can't see the picture. بعد ما تقدر تشوف الصور اللي موجودة بالتلفزيون. If you discourage someone, discourage شنو معناها؟ Discourage يعني يثبط. هي الكورج يشجع. Discourage عكسها. يعني you make them feel, تجعلهم يشعرون that they can't do something. بأنهم لا يستطيعون القيام بشيء. If you disobey, شوف شنو معنى كلمة disobey. You don't do what they say. إذا disobey يعني لا يطيع. إذا أنت ما تطيع الناس يعني شنو؟ You don't do what they say. لا تقوم بما يقولون لك. زين. If something has disappeared. كلمة disappeared يعني شنو؟ إذا شيء اختفى معناها you can't see it. معناها لا تستطيع رؤيته. زين. تمرين بي صفحة 74. Yearly معناها سنوي. نفس الحالة annual معناها أيضا سنوي. فهي مرادفات. Things أشياء you put over your ears. من نشوف كلمة ears يعني أذن. To listen لتسمع. شنو الأشياء اللي تحطها على أذنك حتى تسمع؟ هي الهيدفونز اللي هي السماعات. زين. مكملين بالمرادفات. هنا أيضا عندكم the box like room. يقول غرفة تشبه الصندوق where interpreters work. عندك كلمة روم وعندك كلمة interpreters يعني غرفة يشتغل بها المترجمين. هاي شو اسميها؟ اسميها booth يعني مقصورة. In a difficult situation. Difficult situation يعني وضعية صعبة. يعني واحد في وضعية صعبة يعني شنو؟ Under pressure يعني تحت الضغط. Give an idea of the meaning. Give an idea يعني إعطاء فكرة عن المعنى. شو نسميها؟ نسميها convey the sense يعني يوصل المعنى أو يوصل الرسالة المرادة منين من الكلام أثناء الترجمة. Wanted and needed. Wanted and needed يعني مطلوب. شنو معناها؟ معناها in demand يعني عليه طلب. زين. Unemployed معناها غير موظف اللي هو out of a job يعني بلا وظيفة. زين. آخر شيء توصيلات الوحدة الرابعة. عندنا كلمة competitive salary يعني راتب تنافسي نقدر نقول. A good salary يعني راتب جيد compared with other employers مع باقي الموظفين. فأقول راتب جيد مع باقي الموظفين. زين. Ambitious معناها طموح. This means that you really want to succeed. بأنه الambitious يعني طموح يعني شنو؟ يعني أنت صدق تريد تنجح. That means you are really want to succeed يعني أنت حقا تريد شنو؟ تريد النجاح. زين. Vacancy. الvacancy معناها شاغر. فأقول the company has a space for a new employee يعني الشركة فيها مجال. space معناها مجال أو مكان شاغر for a new employee لموظف جديد. Considerably معناها a lot of. Considerably يعني معقول أو كمية معقولة. A lot of يعني الكثير من. Equivalent معناها مساوي. نقول the same يعني نفس أو similar to أو مشابه لي يعني نفسه أو مشابه إليه. شنو معناها؟ معناها equivalent. هنا نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من التوصيلات. إن شاء الله راح يكون لنا فيديو آخر ووقفة أخرى مع التوصيلات حتى نكملها إن شاء الله بحيل الله. شكرا للمشاهدة. شوفوا الفيديو القادم إن شاء الله.